فقط للعناصر المغربية التي تمت استرجاع الكرة بشكل جيد. هدف جميل جدا لاجرو سعد، هدف جميل جدا، يمكن أقول بأنه هدف جميل، هدف أكثر من جميل، هدف رائع. لاعب الدفاع الحسني الجديدي لاجرو سعد يسدد بطريقة جيدة ويسدد. تابعوا الآن، كان تدخل من حمودان ولاجرو سعد، يمكن أقول بأنه سدد بالرجل اليسرى، يمكن أقول بأنه لم تترك أي حظ. وشاهد التفاعل الإيجابي هشام التيازي. سنتابع الآن ضربة جزاء والهدف، الهدف لصالح المنتخب الغامبي. كاريول مصطفى يسجل الهدف، هدف التعادل في حدود الدقيقة 32 بالنسبة للمنتخب الغامبي. إذا المنتخب الغامبي يعدل الكفة من خلال ومن نقطة الجزاء بالنسبة للحارس عبد العالي الحمدي في جهة والكرة في جهة. كان المصطفى يسجل هدف التعادل، ولكن هذا لا يمكن. ضربة الجزاء، ويسجل عبد الله الحافظي الهدف الثاني لصالح المنتخب المغربي، والمسجل رقم 13 عبد الله الحافظي.